مرحبا بكم فيديو جديد من قناة وصفات مع أم شعيب. أتمنى تكونوا كلكم بخير إن شاء الله. فيديو ديال اليوم صراحة ما كنتش ولا نصور، بصح قلت ما فيها باس نعد الحوت، قلت نوريكم الطريقة ديال كي نقدر نعدلو ونقيه بطريقة سهلة بواحد الحيلة، واللي مبتدئات اللي ما يعرفوش فيها باس يتابعوا معنا الفيديو. عندي هنايا الحوت الدورات، غادي نبدي بسم الله. غادي نقلع هاد الزعانف في المقص، نقلعو هاد الزعانف اللي في الجنب تا هما فيهم الشوك و ما يعطيوش منظر زين، يكسوهم بحال هكا في المقص. نقلبوها هكا، هادو كاين صغيورين عاوتاني. وهنايا كاين واحد الشوكة، ديرو اتونسيون تبقى تدخل فيكم. ندير نزيرو هكا على المقص، ما نقصوش بحال اللي نجبدو، وتنقلع بحال هكا. غادي قبل ما نحلوها نقلعو لها هذا السمق باش ما يدخلش لداخل. ليها كل شيء فين ما كاين السمك نغطيه بحال هكا. من بعد غادي نحلوها هنايا. شوفوا هنا كاين هذه الشوكه اللي قلعناها، كاين هنايا بحال واحد التقيبه صغيره، تما نبداو نديرو المقص، ندخلو في ديك التقبة ونقصو حتى الفوق. نقصو حتى لهنا حتى للراس، ومن هنا نجيو نفرقو هنا باش يتعزل على الراس. هنا كنحلو نقلع من الفرن، وهذا هنايا هاد الغلاسم نفرقهم هكا على الراس نقلعو، نخليو حتى حاجه في الداخل درجه نقيه. وهنايا كاين بحال الشحمه ولا داكشي اللي يكون، كلشي نقلعوه بحال هكا، نخليوها نقيه. الزوائد وغادي نغسلوها. هنا نفكها بالسمك كاع اللي بقى، داك اللي طاير ما تقلعش. هناك هنايا الداخل غادي نجيب شي شيته ديال السنين تكون قديمه ما كنتوش تستعملوها، ونبقى نحك هكا الداخل. كلشي تقلع، شوفو الما كيبقى نركزو سيغتو هنايا هاد الخيط يكون فيه الدم، نحكو مليح هكا في الوسط مع الما. هلا كشوفوا الحوتة كتنقى من الداخل، صافي نخليوها تكتر، نحطوها في شي شبكة ولا شي حاجة تكتر. بحال هكا هو كيما كتشوفوا كلشي غسلتهم لداخل، شوفوا ميبقاش فيهم كاع الأثر ديال الدم. ونتمنى أن هذا الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا شوية، واستناوني في الفيديو الجاي غادي نوريكم واحد الطريقه ديال كي ندير نطيبو ساهل ويجي لذيذ، ما بلا شرموله بلا حتى شي حاجه، غادي تشوفوا ان شاء الله.
وشكرا على المتابعة، وإلى فيديو آخر بإذن الله.